نتابع هذه الصور الآن، نشاهد دخان يتصاعد قبل قليل، طبعا هذه الصور دخان يتصاعد في تلك المنطقة حيث يتواجد أنصار الصدر، التيار الصدري، وطبعا التظاهرات في أكثر من منطقة. كانت هناك صور لاستخدام خراطيم المياه، والآن هناك دخان يتصاعد. ربما ننتظر لمعرفة إن كان هناك حرق للإطارات من قبل المتظاهرين فيما يبدو، وطبعا هناك إغلاقات إن كان من جانب القوات الأمنية، ويبدو أن المعتصمين أو المتظاهرين يقومون بالشيء نفسه بالطريقة المقابلة. ماجد حميد من بغداد، لا أعلم إن كان لديك معلومات عما نشاهده الآن من البصرة، حيث نشاهد طبعا كما نلاحظ الآن دخان يتصاعد، يبدو أن هناك حرق للإطارات من قبل المتظاهرين.